الو، كده كويس يا اسلام؟ نعم، كده كويس؟ كده كويس، ما تتحركش بقى. الحمد لله ماشي. بس فبقول لك كابتن سيد، كان عندك حاجه عند الترجي هنا قلتها في البيت الكبير، هل خدت الحاجه دي ولا لسه قدامك شويه برضو؟ الحمد لله تمت بسلام، الحمد لله تم التسليم يعني. تمت بسلام الحمد لله. طيب، شفت المباراه ازاي امبارح يا كابتن سيد في ظل هذه المباراه الصعبه جدا، والكلام عن ركلة الجزاء ورد فعلك ما قبل ضربة الجزاء؟ يعني رد فعلك الحقيقة كان واضح جدا ان انت، يعني ايه، انا لسه كنت بتكلم عن الموضوع ده، ما اعرفش سمعته ولا لا، لكن ان انت كنت بتجز على اسنانك، ان انت، انا حسيت ان انت عايز تنزل تلعب يعني، او تنزل تاكل الحكم يعني. بص، هو بس الحكاية كلها ان انت كنت عايز تاخد او يطبق القانون كله، ما تاخدش جزئية واحدة بس. ايوه، هي مجرد ما هو راح للفار هي ضربة جزاء واضحة ومفيش شك ابدا، وانا عندي ثقة زي ما قلت رضوان جيد ان هو يعني هيجيبه ناديله ومجرد ما يشوفها يحسبها يعني. ايوه، لكن طبق القانون بقى. بص يا استاذ، احنا مش عشان عدينا من وراها هنحسب بعد المباراة. المباراة كانت صعبة جدا، المباراة الأولى والثانية كمان، يعني قلتها الترجي اللي هي ليها العشر مش من سنه ولا اثنين، 10 سنين اللي فاتوا له تواجد جيد جدا 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 على المستوى الافريقي. ايوه، يعني هو بطل 2018، بطل 2019، ايوه، وكان في نهائي 2012 معانا خدناه واحنا كسبنا، وكان بطل 2016. انت بتتكلم في اخر 10 سنين وصل الفاينل حوالي 4 مرات، ايوه، يعني ده ارقام جيده جدا بالنسبه للترجي، واحنا كمان يعني ارقامنا الحمد لله كويسه، فكانت المباراه صعبه، لكن الحمد لله نجحنا برضه. برضه ارجع اقول بالشخصيه بتاعتنا وطريقتنا واسلوبنا وتحضيرنا ان احنا ننجح عندنا بشكل كويس. المباراه الثانيه كانت صعبه، كانت رد فعل الترجي متوقعه في البدايه برضه، تمام، لكن كان مهم جدا ان انت تثبت ان انت تبقى عندك اداء شويه، هيبقى فيه مساحات ومحاولة التعوض الهدف اللي دخل فيه، هتبقى موجودة المساحات اللي ممكن لها. من المساحات دي كانت البنالتي اللي حصل. ايوه، كانت الفرصة الجيدة ان تتحرك الطرد، فيبقى فيه نقص عددي وتأخر هدفين، فالأفضلية هتبقى ليك يعني. طيب كابتن سيد، خلينا ننتقل إلى موضوع آخر. هل عندك علم أو جالكوا جواب أو جالكوا حاجة رسمي أو اتكلمتوا في هذا الموضوع، إن من الممكن إن المباراة النهائية تبقى بدل يوم 17 يوم 15؟ تمام، يعني هل الكاف الميعاد، وخصوصا خلي بالك ان انت برضه الفرقتين عندهم لعيبه من المنتخب الاولمبي مش الاهلي بس. أيوة، يعني الناس في الاعلام عندنا واخد الموضوع عند الاهلي بس. بالظبط، تقدر تشيل عنده 4 أو 5 لعيبه في المنتخب الاولمبي كذا، وجنوب افريقيا برضه الاولمبي في اليابان وفرنسا. ايوه، انت بتتكلم على هل الكاف ممكن يقدمها شويه، دي بتاعته بقى. طب هل لو الكاف قدمها يوم 15، هل ده هيفرق مع النادي الاهلي ايجابا ام سلبا، ولا لسه ما اتكلمتوش في الموضوع ده؟ لا، بس تيجي العمليه بشكل وبعد كده نرتب اوضاعنا يعني. لان طبعا التمرين الاقتصاديه بيراميدز، وكان مفهوم برضه ان كان اكيد ضعيف اجواء امبارح شويه، يعني فيها كفر اللعيبه بشكل جيد جدا في راحه. لكن يوم الثلاث المفهوم اللي يوصل عند اللعيبه، احنا جايين يوم الثلاث ليه؟ يعني احنا رايحين النادي ليه يوم الثلاث؟ رايحين ثلاث النادي عشان مباراه بيراميدز في الخليج. مظبوط، اذا عيننا على مباراه تحضيرها وكل حاجه، لكن في النهايه هيبقى في 3 4 مباريات لازم ناخدهم بشكل خاص، ما بقاش فيها الرحمن ما فيش حد يتعور يعني. تمام، هل من الممكن ان يكون او يطلب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان يكون هناك تاجيل لاحد مباريات الدوري مثلا او حاجه من هذا القبيل، ولا لسه برضو هذا الكلام في اطار الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها؟ والله خلينا بس نشوف القرار النهائي للكاف الخاص بالمباراه النهائيه ده ممكن يطلع امتى يا كابتن، او يجي لكم رسمي امتى؟ اعتقد يعني انت بتتكلم في 3 4 ايام اللي جايين بكثير قوي يعني. عشان كل واحد يحضر نفسه اعتقد، يعني في خلال اخر الاسبوع ده لازم تكون الامور واضحه يعني. لان انت بتتكلم مرتبط بالتاشيرات وتصريح سفر وحجوزات وحاجات. اعتقد ان لو ده حصل مش هيبقى في مشكله بالنسبه لموضوع المنتخب الاولمبي اللي الكل بيثيرها خلال هذه الفتره يا كابتن سيد، ان لو المباراه بقت يوم 15 يعني. هو خلي بالك هي هتتسهل شويه، لكن لحد دلوقتي انا مش شايف ان في مشكله اصلا، الحمد لله رب العالمين. يعني اللعيبه اللي عندك ممكن هيتم لو في التماس مثلا او في طلب ان يبقى اللعيبه توصل يوم 18 او يوم
19 بالنسبه بتاعتي برضه عشان ما كنتش حاجه مش انا مش فاهم فيها. أيوة. لكن لو اتقدمت يوم او يومين ممكن تساعد كل الاطراف يعني. اه طيب، يبقى اعتقد ان هي التقديم هيساعد كل الاطراف، ولكن يبقى بقى القرار النهائي طبعا في ايد لجنه الكوره ولجنه التخطيط في النادي الاهلي. كابتن سيد، طمنا بقى على المصابين وطمنا على حاله اللاعبين. النهارده كان في النهارده تمرين الساعه 9 الصبح او 10 الصبح، يعني الناس كلها استغربت ان انت مخلص امبارح الساعه 12 بالليل وتاني يوم بتجيب وبتعمل تمرين بدري كمان. يعني خلينا نقول برضه انت واصل فاينل لكن ما خدتش البطوله. ايوه الفرحه لازم تكون برضه بحساب شويه طبعا. يعني انت الهدف بتاعك اللي بتبدا عليه موسمك او بتبني عليه موسمك أيوة. يعني مرتبط بالبطولات مش الوصول لمباريات نهائيات. يعني مش هو ده التارجت بتاعك. يعني انت لو بتتكلم على اهدافك اللي تبدا بها الموسم على دوري الابطال، بتتكلم على بطوله الدوري، على كاس، على سوبر، على سوبر افريقي، كله مرتبط ببعضه، لكن في النهايه بتتكلم على البطوله. يعني فالفرحه تبقى محسوبه شويه، لان انت لحد دلوقتي ما عملناش حاجه. حتى البطولات اللي خدناها كلها مرتبطه بالسنه اللي فاتت. يعني كاس السنه اللي فاتت اللي هو 19 20، خدت بطوله افريقيا 2020، خدت السوبر نفسه كان مرتبط ب 2020 السوبر الافريقي، خدت كاس ما فيش حاجه تانيه مرتبطه بالسنه دي. ايوه. الو سامع كده كويس؟ طيب كابتن سيد، برضو طمنا على بعض اخبار اللاعبين. يعني هل في كلام عن مثلا، انا عارف طبعا انه ده مش وقته، ولكن في النهايه وجود كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، اعتقد ان لازم نساله هذا السؤال. يعني في كلام عن اشاعات عن موضوع مروان محسن، ان مروان محسن عنده مشكله مع الجهاز الفني، هل الكلام ده كلام حقيقي او حضرتك شايفه ازاي؟ لا طبعا، يعني هو الكلام وارد ان هو يحصل على اي مروان، بس الموضوع طبيعي طالما انت بتلعب في الاهلي او بتشوف الاهلي. عندك المفهوم اللي هو يعني انت لسه الموسم ما انتهاش. انا كنت لسه بكلمك من دقيقه، ما اعرفش الجمله وصلت ولا لا. احنا كل البطولات اللي خدناها كانت مقابل السنه اللي فاتت. مظبوط. يعني احنا عايزين نتكلم على السنه دي. ايوه. واللي هيحققها البطولات بتاعت السنه دي هي اللعيبه المقيده حاليا. ايوه. فالكل لازم يكون متجهز كويس قوي، الكل يكون متحضر بشكل كويس قوي، وان شاء الرحمن ربنا يكتب على رجل اي حاجه من المقيدين واللي موجودين والتوفيق وحظ البطولات باذن الله. كابتن، طمنا على وليد سليمان، هل في حصل حاجه النهارده في التمرين او كده؟ يعني طمنا عليه. يعني بكره هنشوف نتيجه الاشعه ايه، وهي حاجه في الحاله الخلفيه كده، ويا رب ان شاء الله تكون حاجه خفيفه. عموما انا بشكرك جدا يا كابتن سيد، والف الف شكر على وجودك معانا، وطبعا الف مبروك التاهل النهائي، ولكن زي ما